السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدر تعمل موقع كامل باستخدام الذكاء الصناعي في ثواني. الموقع دوت سهل جدا في الاستخدام، بتقول له انا عايز اعمل صفحة كذا، هو يكتب لك كود ويعمل لك كل اللي انت عايزه، تمام، بالشكل دوت. تمام، سهل، بيحط لك كل العناصر، تقدر ان انت تغير الصوت، تغير الصورة، تغير الكلام، كل الكلام ده سهل جدا في التعامل بشكل سهل. انت بتقول له انا عايز مثلا صفحة للتواصل ويكون فيها صور كذا، عايز صفحة إعلان عن منتج معين، فيبدأ هو يعمل لك الصفحة دي زي ما جربنا مثلا الميدجورني، تكتب كلام يعمل لك صورة. هنا بقى بيعمل لك موقع كامل بكل التفاصيل اللي انت عايزها، قول له انا عايز موقع فيه صفحة 1 و2 و3 وهكذا، وهو يبدأ ان هو يعمله لك. تمام، هنشوف مثال على الناس كتبت كلام معين وهو بدأ يعمل لها الصفحة، وادهم امكانية ان هم يعدلوا، يعني هم مش ملتزمين بس بالكلام اللي موجود. هو نفس الموقع في صفحة، هسيب لكم رابط الاتنين في وصف الفيديو. ده هنا بيقول لك البرومت اللي اتكتب عشان يعمل لي الصفحة دي، يعني هنا بيقول له اعمل لي بيرسونال، اعمل لي صفحة مجلة فيها مقالات وفيها صفحات الانترفيو وصفحة تانية للقصص وصفحة تانية للملحوظات، واعمل لي صفحة للتفاعل مع الناس. تمام، كتب له الكلام ده، ده احنا ممكن ننسخه ونروح نستخدمه، وقال لك ان فلان الفلاني هو اللي كتب البرومت دوت. مجرد ان انت تدوس عليه الصفحة والموقع كله اتعمل، وانت بس عليك تعمل بعض التعديلات. فكل عليك ان انت تقول له start with AI وتكتب اللي انت عايزه. start يبدأ هو يعمل لك الصفحات كلها ويعمل لها لينك بينها وبين بعض، وتختار الشكل اللي انت عايزه، الالوان اللي انت بتحبها، وسهل جدا في التعديل. فانت هتعمل الموقع بتاعك، وفر لك وقت كتير جدا. انت بادئ من ان في موقع موجود منسوخ من مكان تاني، وتقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام، وفي برومت كتير موجود جاهز، يعني مش هتقعد تكتب كلام، لا الكلام موجود جاهز، شوف ايه الاقرب ليك تاخده كوبي بيست وتبدا ان انت تعدل عليه.